عميد الياس، كيف يجري تقييم ما يجري خلال هذه العملية البرية بالجنوب، ما يتكبده أيضا الجيش الإسرائيلي حتى الآن من خسائر ويعلن عنها؟ واضح أن الجيش الإسرائيلي أعلن مناطق من الشمال المطلي، مسكاف عام، أفيفيم، فرج العادي، مناطق عسكرية وأخلاها من السكان، وحشد قواته في تلك المستوطنات، وبدأ بشن عمليات اختراق للحدود اللبنانية بدءا بكفركلة، حيث دخلت قوات إسرائيلية إلى منزل كانت المقاومة قد فخخته وفجرته بهم وانسحبوا في طرف بلدة كفركلة يعني. ثم في بلدة العديسي، وهنا كانت عملية كبيرة، دخلت نحو سرية يعني أكثر من 60-70 إسرائيلي إلى داخل العديسي، فسقطت في كمين محكم من المقاومة، وأدى ذلك إلى إصابة أكثر من 20 جنديا حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. ثم المعركة الطويلة يعني اللي استغرقت ساعات في مارون الراس، حيث سقط العديد من الإسرائيليين، يعني يقال أنه 14 أو 12 أو 8 و7 جرحى، أو 30 من قتلى و30 جريح، بينهم 7 بحالة خطرة. كما أن حاولت إسرائيل إنقاذ الجرحى تحت تمهيد، تحت دعم ناري من طائرات هليكوبتر ومدفعية والصواريخ، فدارت اشتباكات عنيفة، تعثر عملية الإخلاء بسبب الاشتباكات بين القوى المتقدمة لإنقاذ العناصر وبين قوات المقاومة اللبنانية حزب الله لساعات قبل أن تتمكن من إنقاذهم. والعملية الرابعة التي جرت هي في بلدة يارين، حيث كمن حزب الله بالعبوات، يعني زرعوا عبوات على ممرين إجباريين، واحد شرق الغربة وواحد شرق البلدة وواحد غرب البلدة، فتقدمت القوات الإسرائيلية أولا من الشرق ووقعت في الحقل وفجرته المقاومة، ثم عادت تقدمت من الغرب أيضا، حصل التفجير. طيب هنا هل أفهم منك بأن جدوى أو عمليات الاستطلاع بالأحزمة النارية التي سبقت يعني البدء في هذه العملية البرية لم تجدي نفعا؟ هذا ليس استطلاع، هذا كان تمهيد ناري. يعني الاستطلاع يجب أن يكون من فترة طويلة، وهناك استطلاع إسرائيلي لكنه ليس استطلاعا كاملا ولا ميوما، يعني أبديتد، يعني يعرفون طبيعة الأرض ويعرفون مراكز حزب الله بالمبدأ، لكن أين انتقلت من منطقة إلى أخرى، خاصة أن عناصر المقاومة في حزب الله لديهم مراكز أساسية وعدة مراكز بديلة. يعني لا الاستطلاع يعني أفادهم ولا الأحزمة النارية التي قاموا بها، ووقعوا في كمائن. طيب الآن قبل قليل يعني الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان بلدات شمال الليطاني، وهما في الأغلب بلدات تابعة للنبطية والزهرانية، يعني إن ما مفاد هذا؟ لماذا هذه البلدات وهي متواجدة بشمال الليطاني؟ يعني مزيد من الإرباك في المجتمع، ومزيد من الضغط على الحكومة وعلى حزب الله، ومزيد من تفاقم أزمة النزوح في الداخل، لأن الأزمة تزداد، وهناك يعني كلام كثير عن نقص في الموارد اللازمة لإغاثة النازحين، وتقصير كبير من منظمات المجتمع المدني التي إما تكون نشيطة ثم تختفي عن الساحة في الملمات كما حصل في هذه الفترة. يعني دولة الإمارات قدمت 100 مليون دولار، الحكومة الفرنسية قدمت 10 ملايين يورو، اليوم روسيا أرسلت 33 طن من المواد الطبية. يعني أعتقد أنه سيأتي مساعدات، هذا بالنسبة للمساعدات. أما بالنسبة للخروج من شمال الليطاني، هو يعني مفاقمة لأزمة التهجير ومزيد من الضغط على الحكومة وعلى حزب الله. طيب إذا كانت إسرائيل يعني لم تسيطر بعد يعني خلال عملياتها البرية بالجنوب اللبناني، يعني بعين استراتيجية عميد إلياس، هل يمكن أن تتراجع عنها؟ هنا أعتقد أن القيادة الإسرائيلية تجري حسابات دقيقة اليوم. يمكنها أن تتقدم بريا، طبعا لديها جيش قوي ولديها استخبارات قوية ولديها طيران قوي،
لكن هذا التقدم سوف يكلفها خسائر بشرية كبيرة. ستجري حسابات، إذا كانت مستعدة لخسارة الألاف يعني ممكن أن تقدم، يمكن أن يكون هناك رأي داخل القيادة الإسرائيلية نخسر 2000 مقاتل وننتهي من حزب الله، يمكن أن يكون هناك رأي آخر لا نريد أن نخسر. أعتقد هذا النقاش دائر حاليا، لأنه بدأ واضحا أنه لا يمكن التقدم من دون اشتباك جبهي وقتال قريب مع حزب الله كونه منتشر على طول الحدود، خاصة أن حزب الله لديه استطلاع يعني منذ الأمس واليوم يقصف تحشدات الإسرائيلية مثل اليوم في أفيفيم وفي موقع الراهب وفي يعرى وفي مستوطنة صعصع، كل هذه مناطق في القطاع الأوسط ربما مرشحة لأن يدخل منها قوات لأحداث خرق ينجح في القطاع الأوسط حيث فشل في القطاع الشرقي. لذلك نجد أن حزب الله لديه استطلاع وقصف هذه التحشدات، ويمكن أن يكون لديه يعني تدابير حماية وانتشار في 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 في, في الأمكنة المقابلة من لبنان والتصدي لأي خارق إسرائيلي كما حصل في القطاع الشرقي. وفق CNN والتقديرات الأمريكية هي تتحدث عن مخزون مخفي في ترسانة حزب الله لم يعني يظهر بعد يعني حتى الآن، وفق المعطيات وما نتابعه ميدانيا حتى الآن هذا يوضح يعني أن هذا التقدير الأمريكي سليم؟ يعني لا نريد أن نقدر بوشفول ثينكينج يعني تفتير رغبوي ضد أو مع، نريد أن يعني نقدر بالوقائع. صحيح. يعني منذ 10 أيام الطيران الإسرائيلي يقصف مراكز يقول أنها لحزب الله ومنازل مدنية، ونرى أبنية تهدم وتسوى بالأرض، ونرى بيوت تهدم، ونرى ناس تقتل، لكن لم نرى مخزن ينفجر، مخزن صواريخ إذا انفجر لا يمكن إخفاءه وكل الناس تراه يعني، واليوم في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تصويره في أي مكان يعني. لذلك أعتقد من هذه الملاحظة أن مخزون حزب الله الذي تحدثت عنه CNN لا يزال موجودا، لأننا لم نرى أنه تم تفجيره. يمكن الآن يعني بينما يجري في الجنوب ومن قصف وعملية برية، لماذا تستمر إسرائيل في الاستهدافات داخل بيروت؟ لن تعدم إسرائيل وسيلة ضد حزب الله وضد المجتمع اللبناني إلا سوف تستخدمها. هذه فرصة وحرب مفتوحة، ولا أحد يسأل لا في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولا في باقي المنطقة عن هذا، من قتل أو من دمر لا أحد يسأل عنه. هذه فرصة لإسرائيل لكي تقوم بكل الإجراءات بما فيها دفع المواطنين إلى شمال الليطاني ومن شمال الليطاني إلى شمال الأولي، يعني هناك تدابير كثيرة، وقصف مركز الهيئة الصحية الإسلامية في الباشورة وهو مركز اجتماعي يخدم كل اللبنانيين وكان له دور كبير في أزمة الكورونا، حيث عزفت جميع المؤسسات عن العمل ما عدا الهيئة الصحية الإسلامية وخدمت كل الطوائف اللبنانية. يعني هذا يعني حتى هذا أرادوا قصفه وتدميره كدلالة على قرارهم الحاسم بالقضاء على حزب الله بكل مؤسساته الاجتماعية وطبعا العسكرية والأمنية.